التعالى ديالي ما لان فانت كتعتبر شريك لها وتساكيتو عن حق شيطان اخر. اذا كاين شي حاجه راه القضاء حنا مستعدين تبداو بينا ما كاين حتى شي مشكل. باش ديك الاسلوب ديالك اللي ديال القلب اللي كتمارسو مش هذاك الوقت هذاك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين السيد الرئيس السيد ممثل السيد الوالي السيدات والساده الاعضاء المحترمين الساده السيدات رؤساء المصالح الداخليه والخارجيه وزاره الثقافه المسؤوله عن المكتوبه والمقروءه السيدات والساده الحضور الكريم. بالفعل بحال اللي جا في كلام ديال السيد الرئيس انه ما يمكنش نمر مره الكرام على الاحداث التي وقعت اثناء الانعقاد ديال الدوره الثنائيه الاخيره اللي كانت مبرمجه من اجل قراءه السنه ديال المشروع ديال الميزانيه 2019 وكذلك الاحداث التي تلت انعقاد هذه الجلسات خصوصا التصريحات وبعض الاتهامات اللي كانت موجهه لمجموعه ديال الفرقاء السياسيين ولا الاحزاب السياسيه اللي كانت مشكله في الاغلبيه او في المعارض. لهذا عندي مجموعه ديال الامور اللي خصها توضح. اولا غادي نبدا بالنسبه لاتحاد السوق هو شريك عن قناعه كثير منذ سنه 2015 في اطار واحد التحالف اللي كان كيجمعنا مع فريق ديال الهضره التنميه اسير في الجامعه في المقاطعات وباقي الجامعات القرويه وعطينا جوج الرئاسات الى الجامعات اللي هما الاخوان ديال العداله والتنميه. ولكن للاسف الشديد لا كنسمعوا بانه نظرا الاخوان ديال العداله عند الاغلبيه ولهذا فان الاتحاد السوري في الاغلبيه خصو يسمع واللي جابوا الاخوان ديال العداله خصو يكون امين مجرد باقي ما تكلمناش غير حاولنا في الجلسه السابقه والدرس باش نتكلموا بدينا كنسمعوا بانه التجمع القصور ديال بشمارك ملي كيخرج غادي كنتاسفوا يعني كيصدر واحد صريح بهذا المستوى عن مسؤول حزبي وكذلك مسؤول على اكبر جماعه او مقاطعه في المغرب وكذلك برلماني في واحد الحليف اللي الدم ديالنا وانه كنا في التسيير لمده ثلاث سنوات الا ما يتم اشراكنا واستشارتنا في الامور نتحمل المسؤوليه داخل المكسب ولا داخل الجماعه ولا داخل المقاطعات ولكن مجرد غير بغينا نتكلموا نعبر الراي ديالنا من خلال قراءه الثانيه ديال المشروع ديال الميزانيه والسيد الرئيس السيد رمضان كان صريح قال لك انا بالنسبه لي تشي المكسب خالصه تجي الدوره باش كل فريق ياخذ الراي ديالو فيها كيف ما بغى مزيان اذا شنو المشكل هنا باش انا غادي تقول بانه مجموعه ديال الاتهامات ان حنايا عندنا الاغلبيه وهاد الناس هادو خصهم يكون معنا على الاساس بانه اللي تقرر من فريق العداله والتنميه خصهم يجيو يقولوا امين. ثانيا وانا ما انه غادي نمر عليه مره الكرام الموقف ديال الاتحاد الدستوري من خلال قراءه الثانيه المشروع ديال الميزانيه كانت هناك بيانات واضحه احنا دائما كنا ندعو وقلناها بان ما يمكنش فضل الامكانيات مادية ديال الجامع ما يمكنش احنا نسيرو بواحد السنة بدون ان يكون هناك واحد التوافق واحد التعاون مع سلطة الوصال. قلنا جات رسالة كان عندنا راي على اساس بانه في حدود الامكانيات ديال الجامع كان خصنا بانه نعدلو خصوصا جات من خلال مجموعة ديال الملاحظات اللي كتهم كترتبط بالحياة اليومية ديال المواطن تقديم مجموعة الخدمات من طرف شركة التدبير المفوض. شنو فيها بس كنا عدلنا في الوقت اللي كنشوفنا مؤخرا بعد الجلسه ديال السيد العمده مع السيد الوالي سمعنا بانه وسائل الاعلام وسائل التواصل وسائل الاعلام بانه تم الاتفاق على تدبير هذا المدفع ديال الميزانيه بناء على الملاحظات اللي جات في الرساله. قلت انا شنو المشكل شنو الاشكال هنا؟ علاش عطلنا هذا الشهر هذي؟ علاش هذا الوقت هذا عطلنا ولا جي كنا كنسمعوا مجموعه ديال الاتهامات ولا تزروال وهاد الناس هادو كانوا ساكتين دابا بداو كيتحركوا هذا غير دابا واحد النقطة، هذا الفقيه العلامة السخي كنقول له اشرح شنو هو تزروع. هذه واش هو تزروع هو اللي مشى كيجري الولاية، وأنه كان يرفض أي تعديل في الآخر بأنه هناك تعديل، إذا أنت السيد الرئيس تزروع. هذا الشيء اللي بغينا نسمعوا، ونكونوا صراحة ونكونوا صراحة الدورة هذه أي حاجة تتسمى بمسمياتها، حتى هاد المصطلحات الجديدة خصنا دابا تقال، وكل واحد يتحاسب عليها. نمشي للنقطة الثانية. السيد الرئيس
بحال اللي كتوقف مجموعه ديال المستشارين ما يتكلمش الا هي غادي تسمع، ماشي في مقاطعه ديال بلي ما كذا، ماشي ديك الاسلوب ديالك اللي ديال القلب اللي كتمارسو، مش هذاك الوقت هذاك تحاس على حصان براسك اللي تتكلم قول اللي بغيتي. النقطه الثانيه بخصوص مجموعه ديال التصريحات، ما غاديش التصريح ديالك ما تقلقش ما تقلقش، غادي نبدا غير قبل ما انا قلت كنسحب المسؤول ديالنا خصنا شركاء تسير ديال تجاره في مقاطعات كذلك باغين اخواننا اللي ما كيعرفوش العايدوني فالعايد يكون كان جزء من العايد الزاق تسير في مكتب الصرف وكتسحب المسؤولين ديال بعض الاخوان في مكتب الصرف. انا علاش هذا غادي يجي هناك بعض التصريحات وغانمشي نسي امشو خصوصا بعض الخرجات اللي كيقول بانه وارثنا على مكتب الصرف مجموعة ديال الملفات ديال الفساد، مجموعة ديال الملفات ديال سوء التسديد. إذا الوزتي على مكتب الصرف أنا كنقول إذا العايدون جزء من الفساد. أنا كنتسائل علاش قلتوا العايدون يدخل معاكم؟ تحالوا وأنتم كان الشعار ديالكم هو محرر ديال الفساد المفسد. من هنا كنقول للسي أمجر أجا الوقت حقيقة السي غيدا. هذا بيديك مسؤول في مكتب الصرف وفي إطار تفعيل واحد نبدا بالصوري المهم وهو مسؤولية المحاسبة. إذا كاين السي أمجر عندك شي من الفسادين وعلى المكسب السابق لأنه شنو كيقول المثال؟ إذا تكون تسعي على الجريمة فأنت كتعتبر شريك لها وتساكيتو عن حق شيطان أخرس ما بقاش نتسد دائما كنبغيو نعرفو ديك الشماعة على المكسب السابق. إذا كاين شي حاجة راه القاضي حنا من الساعة الثانية تبداو بينا ما كاين حتى شي مشكل. ثم النقطة الثانية ديك التباكي غادي نقولها كنحملوا المسؤولية وكنقولوا دائما وارثنا عن المكسب السابق الوضعية الكارثية للمالية الجماعة. أنا بغيت نذكر السادة الأعضاء السادة المواطنين وأنه في المكسب السابق أو المجلس السابق اللي كان رئيس اللجنة المالية هو السي الخبير المالي سعد الروق اللي كان خبير في المالية ديال الجماعات المحلية وهو الذي كان يقوم بدراسة مشاريع ديال الميزانية وكذلك مشاريع ديال الحسابات الإدارية. يعني السي محجور ملي قمت الدخول على هذا الوضع ديال الجامعة بهذا الوضع اللي كتقول الكارثي عارفين الوضعية المالية ديال الجامعة عارفينها وكنتو كتدرسوها وكانوا الإخوة كيترافعوا مجموعة ديال المداخلات كتقولوا عندكم مجموعة ديال الأمور عندكم مجموعة ديال الوصفات السحرية باش نقلوا ديال الطاجة فيما يتعلق بالوضعية ديال الميزانية وهذا ما بقاوش نجيو نزيدوا ونقولوا بأنه وارثنا إلى غير ذلك. حنا ملي كنا في المكسب الصالح ما كناش كنعرفو الشدة على شي مكاسب الصالح وانا كنشاهد من الشهادة هو أصاب فله أجر ومن الشهادة هو المصيب فله أجر باش مابقاوش نتزايدو تسمى أكثر من ذلك. واش المنجز ديال المكسب الصالح فقط وارثنا بسوء ديال التسدير والفساد؟ هذا اللي كنشوف. أنا دابا عندك سنة فرحتيني السيد الرئيس ملي قلت لي بأنه غيكون عندنا واحد الفائض هذا 3 سنين ما عندناش الفائض ما عندناش مزيان التجهيز دائما كتباهى بالمنجزات اللي خلانا المكسب السابق. ابدا بديك بكماخ، ابدا بدار الحي اللي كاين في مكانها، ابدا بديك بهضرو على النظافه، دي صار التحمل اللي عدلناه من هذه المناسبه، اشراك الاخوان ديال هذا لو كنقولها كان معنا ساعه افكار في اللجنه ديال الاشراف على 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 القطاع اللي كنوجدوا في التحمل ديال النظافه، كذلك هادشي ديال ارزا، التنقيط ديال المشاريع هاد المرافق الجماعيه لحد الان هي مقوله لحد الان هي واقفه باش ما نبقاوش لا دائما كنقولوا غير ولسنا شي مسائل اللي هي ماشي مزيانه على المكتب الصرف. ثم غادي نجي واحد النقطه ماشي غادي نتكلم فيها ولكن غادي نتكلم فيها وهي القضيه ديال المحجز والقضيه ديال الدعوه المرفوعه للضغط على العيدون. انا لست قلقا من هذه الدعوه وما صدق اي مواطن كان متضررا يلتجئ الى الخطا ولكن ما احس في نفسك شنو هو نقر ديال البيع في المزاد العالمي كيصدر عن الراس وان اللجنه ديال العالم ديال البيع مرصوص عليها في قانون واضحه وان العيدوني في حكم التنوير بحكم التصفوف اللي عندي كان واقع بناء على النتائج بناء على المحضر ديال البيع مزيان شنو وقع؟ لان الامور كانت عندي فيها شك وانه مباشره بعد احداث ديال الثوره الثنائيه مباشره مع مجموعه ديال التصريحات مع مجموعه ديال الامور كنتفاجئ بانه هناك دعوه انا وقعت وثيقه اداريه دعوه الضبط عرسان العيدوني
ملي كنشوف مجموعه ديال الصحف ومجموعه المواقع التواصل الاجتماعي انها يدور متهم بالتزوير والتدليس والاختلاس ومجموعه ديال لحد الان وانا كنقول كي داونا 13 انا الموقف غادي يصدر غادي يصدر لي موقف ان شاء الله ملي غادي يكون ملي غادي يدوز ملي غادي يدوز الجلسه ديال الدعوه ولكن بحال اللي قلت ما يحز في نفسي هو انه ما يحز في نفسي انا موقع وثيقه اداريه ولكن ملي كنتظر يصدر شي باين على الرئيس شي باين على المكتب ديال الجامعه بخصوص هذه القضيه هذه ما اتصل بيا احد ما داها بيا احد اكثر من ذلك انا ما كنقولش منكم السيد الرئيس نهار ديال الجلسه تمشوا معي للمحكمه وتقولوا لا نسلمكم اخانا انا ما كنقولش هادشي هذا انا كان عارف بان المقوله ديال انصر اخاك ظالم الامر دوما كتطبقش على عيدوني ان ماشي ما العائله ولا ماشي انا مفرق ديال العداله والتنميه ولكن على اساس انا بيدي صوتنا عندنا واحد المحامي ديال الجامعه ملي كنشوف انا المحامي ديال الجامعه كيمشي كينزل شكايه من مجموعه ديال المواطنين اللي كانوا كيحتجوا عليها في الدوره ملي كنشوف انا المحامي دابا الان كيترافع على المقارنه بما كانوا على السخريه في المحكمه الاداريه ماشي من حقي انا تسقطوا لي المحامي واخا انا لحد الان ما واقفش على المحامي ما واقفش الموقف بالصدق ديالي ولكن عيدوني مدرب انا كنتحمل المسؤوليه ديالي ثم غادي يجي المقاطعه ديال بنينا كذا ومصاحه احداث ديال انعقاد الدوره ديال يناير عيدوني ديك شي بنينا كذا خليه حتى الجلسه المقاطعه حتى المقاطعه ما جاتش في اليوم وقيموا المقاطعه حنا هنا كنقيموا المجلس لا لا سمحتي لا سيدي الرئيس غير سمحتي لي كاينه مجموعه ديال الامور ما يمكنش نخليها تمر لان خصوصا ملي كتكون هناك مجموعه ديال المغالطات والسيد الرئيس ديال المقاطعه كيتساهلنا باننا ضد مصلحة العامة ديال الساكنة فيما يتعلق بمجموعة ديال النقاط اللي هي ماشي مختص ديالو والدليل باش عن واحد نضحوا الساكنة ونضحوا المواطنين أنا كنت كنتظر بالفعل كان هذا الرئيس هذا جاب مجموعة ديال النقاط وغنذكرها إحداث مقبرة نموذجية إحداث منتزه طبيعي وكيجي كيقول بأنه برمجة ديال الصرف الصحي مجموعة ديال الأمور أنا ما عادش فيهم مش عادش ديك المستوى ديك المصطلحات ديال ديال البوكس اللي كان كيطلقها السيد الرئيس كيقول بأنه مجموعة ديال الأمور أنا عادش كيتكلم على مسائل اللي هي مدققة أنا اللي كيجي السيد الرئيس حنا عارفين واللي ما بغيتش نعرف هذه السياسة شكون اللي كيمارس السياسة شكون اللي كيدير المواطنين أنا ملي غنجي شي حاجة أنا كنت كنتظر بأنه بالفعل كنت شفتها شنو كنت شفت هاد النقط هادو هنايا في الدول الاعلى ديال الدوله هذا غادي يتحقق باش غنصفق له باش غادي يقول لي انا غلطت ما صوتش معاكم ولكن ملي كنجي وانا عارف هادشي كنا غادي نقول له لانك انسان مازال كتمارس السياسه وكتدافع على عباد الله لان هاد النقط هادو ما قادرش وتنتجنع الامكانيات الماليه ديالها ما تقدرش تخرجوا في هاد المده هذا اللي باقا شنو كيتسنى هذا ما يمكنش انا نساهم في الكذب على 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 السكينه ديال بنينا كذا وكيجي هو بالعكس كيقول بانه حنا ضد المصلحه ديال السكينه في مصلحه السكينه سي الرئيس وغادي يجي وحنا عارفين غادي يحدث مقرر انا موجود حنا مقرر دابا راه حتى الان غياب الامكانيات الماليه ما بقينا خرجناها شي وعاد كيجي كنقول بانه يحدث مقرر انا موجود في بنينا كذا في الوقت اللي انا اللي كيهزو بنفسي انا كيبان لي بان هذا السيد هذا اللي ما كان صحه جزيره مستقله على الجماعه ديال طنجه حنا في التوصيات ديال اللجنه ديال التعمير ديال ديال الاعداد ديال التصميم السيئه ولا خرجات وخلصات نظرا للصعوبات النادره اللي تعرفها الجماعه وتقليص لنا فقط السير والصيانه ومن اجل تدبير عقلاني ومستدام يقترح الاستغناء عن جميع المقابر الجديده المقترحه في مشروع التصميم السيئه والعمل على توفير 100 هكتار من الاراضي خارج المدار الحضري وهذا الشيء هذا كان باتفاق السيد الرئيس مع واحد اللجنه اللي انا ترأسها بناء على هذه التوصيات ديال اللجنه وكان فيها حتى الاخوان ديال الولايه على اساس نشوفوا مع السيد الوالي جوج بقع ارضيه كبار من خارج المدار الحضري نقولوا تابعين الجامعه السودانيه من اجل احدى جوج ديال المقابر حنا عارفين بانه كاين الخسر في السنوات المقبله ديال المقابر هذا هو الامل ما نجيش انا دابا الناس نقولوا بانه ثم السيد الرئيس ملي كنجي هادشي اللي ما تيفهمو هادشي عملنا بحال داكشي ديال غادي نجي نقول بانه برنامج الصرف الصحي ديال قمنطاس انا واش السيد الرئيس المقاطعه ما كيعرفش بانه البرنامج السنوي ديال قمنطاس يتم اعداده
من طرف الجامعه لتنسيق مع مصالح ديال الاماندس وكذلك مع المقاطعات، وانه يتم المصادقه عليه من طرف السيد الرئيس ديال التستر. واش كتعمل السياسه على التنسيق على الرئيس؟ عرفتي علاش السيد الرئيس بحال قلنا لك عند هذيك الادارات اللي كتعرض لواحد المشاكل كيجي يخرج الطالب ديالك سيطلع على الوزاره سيطلع على الرباط، فهي من عند المواطن الطالب ديالك سيطلع على الجامعه ومشي تقاتل. اذا شكون عاد دابا اليوم؟ دابا اليوم السيد العمده قال لك هنايا الجامعه ثم السيد الرئيس غادي نقسم، غنقسم ديك السياره ديال الاسعاف اللي في المقاطعه ديال المملكه واللي بالفعل استرشاد ما خير، وحنا ماشي ضد السياره ديال الاسعاف، حنا بالعكس حنا عارف المقاطعه ديال المملكه والوضعيه الحاليه ديال جل السكنه ديال المملكه في ان السلحه مثل الخدمات. وقلنا وكنا كنقولوا استرشاد شمعنا كاينه مجموعه من الحلول ممكن نعملوا جوج ثلاثه غير هادشي ديال الطهارة اللي كل سنة كنعملو الطهارة كنبقاو نوزعو ديك الوزيعة، أجيو ديال الاتحاد السوري جاتكم 9 الواحد باش الإخوان ديال العدالة كيستخدم هاد الطهارة عام 28 بالإضافة إلى واحد النسبة اللي كيبقى تسعود على مدينة تسعود السي مرشد 9 الواحد 28 تسعود تبارك الله بالنسبة لي هي أنا كنقولو أنا كنعرف تسعود مكفيهاناش كنا جمعية صغيرية أنا ديك الفلوس ديال الطهارة هذا هو التدبير يخليها يشري لنا نزيدو سيارة إسعاف أخرى ثم أكثر من ذلك ولي يقول تايان هنا ما كنسب لنا كيف أنه السياسة اللي كنجبر لنا المنشور ديال اللي عملته المقاطعة وكاينة في وسائل التواصل تصلوا بالأرقام كاين ديال القريب كاين ديال الأخت العائلة بالمرور والسيد اللي كذب الصحة اللي هو سعد مرحبا الاتحاد السوري ما كايناش سمعت بانه السيد الرئيس عميد تخرج قال بانه نظرا لان الاخت المنبوذ هي اللي عندها اعمال اجتماعيه تاخر الصحه من اعمال اجتماعيه ثم ثانيا واللي غادي اللي غادي يجاوبني الرئيس غادي تاخر من شهرين لحد الان مازال ما خدمتش ديك السياره ما عرفتش الجوله ديالها شنو علاش جبناها لان اللي كنشوف ديك السياره خدمه غير في الدار ولا في الفيسبوك في وسائل التواصل تما في غدر على مستوى ديال الواقع لحد الان مازال ما خدمتش ولهذا سأختم وعندي تصحيح السيد الرئيس وشكرا.